فقدت والدتك في هذه المرحلة، وكتبت فيها قصيدة أمه لا ترحلي. أمه لا ترحلي، نعم. وفقدتها في حادث سيري. نعم. كان حدث يعني أيضا طفولتك يعني عانيت فيها لاحقا في فقد والدتك، وأثر فيك هذا الموقف. من أصعب المواقف في حياة الإنسان أن تفقد المرأة التي عندما فقدتها تحس أنك تشيخ تهرم، لأنك في اللحظة التي جئت لترد لها هذا الجميل من مرحلة العذاب والمعاناة، هي امرأة كانت جرح يمشي على قدمين، لم تستمتع في حياتها، لم تطرف في حياتها من إلا في آخر عندما جئت لأرد أنا ومحمد لها الجميل، ففوجئنا بأنه يعني ترحل في لحظة مأساوية. يعني لو أذكر لك الحادث، من شدة حبها أنه كان في الطريق فطارت طاسة السيارة، فمحمد نزل يبحث عن الطاسة دي لأن سيارته جديدة لحظتها، وتأخر عليها، فخرجت خايفة عليه في الظلام، وكانت في سيارة مرور مسرعة صدمتها وقضت عليها. يعني عندما كتبت أمه لا ترحلي، يعني لما حتى عدت إلى البيت، ويلي فرلت من الجراح لكي أضم هنا الجراح، عدت إلى البيت يعني حتى جبت سيرة قطتها العمياء، يعني والقطة العمياء تزحف في زوايا البيت يقتلها الأنين، كنا هنا نحيا حياة المتعبين. المهم أنا لا أريد أن نبي نسمع الأبيات إذا ممكن. الوالدة والله إيه. أشوف لك عسى إنه أدل عليها بسرعة. أمه لا ترحلي، وفي مدخل البيت الحزين 141. إيه. هي قصيدتين، الأولى كانت أمه لا ترحلي، والثانية عدت إلى البيت لأني هجرته فترة بسيطة كذا ثم عدت إليه. في مدخل البيت الحزين والمقعد الخالي يثرثر يسأل الجدران ينعى الراحلين، والليل والأحلام والدمع السجين، والقطة العمياء تزحف في زوايا البيت يقتلها الأنين، كنا هنا نحيا حياة المتعبين. في مدخل البيت الصغير تتهامس الأوراق والأعشاب والصمت المرير، وعلى الوسائد نامت الأحزان تفترش الحصير، وأكاد من شغفي أقبلها وأحضنها لعل الذكريات تحيي بقايا الأمس في رمم الحياة. في مدخل البيت العجوز بقيت على الحيطان خربشتي ووشوشة الرموز، وهناك فوق الرف كبريت وقنديل قديم أشعلته فتوهجت روحي وذابت في الحنين، أنفاس أمي في المكان أنفاس عطر الياسمين. قد عدت يا داري مع هوج الرياح، وحملت أحزاني وعمري والجراح، أتوسل الطرقات والأحياء والليل الكئيب، ويضيء في الحدقات والشرفات مصباح الطريق، هل هذه الأطلال والجدران منزلنا العتيق؟ وتضج في عين الدموع ويشب في قلبي حريق، أنا جئت في هذا المساء لكي أرى فيه الصباح، ويحي فررت من الجراح لكي أضم هنا الجراح. الله يرحمه.